الأولى نقلتنا إلى المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار. الغزال هناك أيضا يتقدم على المركز الثاني محمد بن سهيل بالحطم العامري على ثاني المراكز. نقلتنا إلى المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات، هذا هو الشارد محمد بن حارب أيضا يتقدم بن قعيد في هذه اللحظات. نقلتنا إلى المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من الطليلي ناصر بن حمودة بن حمد العفاري، بينما الدور دور المركز الخامس والقادم في هذه اللحظات وفي هذا المسار الأسد سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي هنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار، بينما المركز السادس سادس التحديات والإثارة وصول وتقدم من الفهد راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري، والمركز السابع في هذا اللحظات اللي قادم عز الجيش وصل في هذا المسار فيصل بن عوض الله الصواط، والمركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام ياهو قدوم في هذا المسار من المراكز الخلفية والقادم هنا في هذا الانطلاق الجميل والمميز مشتاق الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام اللي تدخل في هذه اللحظات وفي هذا المسار هذا اللي واصل هنا بهذا الشعار الجميل، هنا أيضا القادم الوسمي سلطان بن بطي بن سعيد الشامسي، والمركز العاشر هناك أيضا منيف علي بن محمد بن مسعود. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق عبر انطلاقة شوطنا الأول للزمول فئة المهجنات الأصايل وختام الجولة الأولى في هذا الانطلاق بما بين هذه الشعارات والأسماء التي سجلت حروفا من ذهب من سن الصغار وتاتي في سن الكبار، بنوك المستقبل بنوك الانتاج هنا تتواجد في هذه الانطلاقات عبر هذه التحديات. نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط، هذا هو التاج عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري يتقدم على البداية الأولى. نقلتنا إلى المركز الثاني القادم الطليلي ناصر بن حمودة بن حمد العفاري اللي مقدم لنا الطليلي في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث على المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام وصل هنا الشارد محمد بن حارب بن قعيد يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الغزال محمد بن سهيل بالحطم العامري. هكذا أيضا نتيجتنا للأربع المراكز الأولى المتقدمة، هكذا أيضا المربع الذهبي الذي انطلق هنا مع البداية الأولى على صدارة هذا الشوط أيضا بهذا الاندفاع بهذا التحدي المثير هنا أيضا وصدارة هذا الشوط، يا لها من اندفاعات يا لها من تحديات مثيرة بقيادة هنا التاج على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الطليلي خذ المركز الثاني بهذا المسار وبهذا العرض، بينما المركز الثالث أو هناك طليلي ناصر بن حمود بن حمد العفاري يتقدم المركز الثاني وصول وتقدم في هذا المسار. هناك أيضا من الشارد 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 بدأ يشرد هنا أيضا وانتصفت المسافة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل.
هناك أيضا محمد بن حارب بالعقيد يتقدم هنا أيضا بشعاره على المركز الثالث، هنا أيضا المركز الرابع. القدوم في هذه اللحظات من الغزال محمد بن سهيل بالحطم العامري والمركز الخامس. الله يا سلام يا سلام، هذا اللي قادم اللي واصل شعار بن سالمين، راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري يقدم لنا الفهد اللي خذ المركز الخامس والمركز السادس. القادم في هذه اللحظات من الأسد، مرحبا بالأسد وشعار الأسد، سالم بن سعيد بن حضير ملك تبي يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. وعادنا جسر العبور بينما هناك الواصل والمتقدم هنا عز الجيش فيصل بن عوض الله الصواط، وهنا أيضا القادم في هذا الانطلاق اللي خذ المركز السابع. المركز السابع هنا أيضا تقدم من هذه الأسماء، تقدم من الوسمي سلطان بن بطي بن سعيد الشامسي، وهنا أيضا القادم عز الجيش القادم في هذه اللحظات بشعار فيصل بن عوض الله الصواط، وأيضا اللي قادم هنا مشتاق الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. هكذا انطلاقاتنا، هكذا تحدياتنا، هكذا النداء الثاني لهذه أيضا الشعارات المميزة، الشعارات التي دائما صالت وجالت في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة لمن ناموس هذا الشوط في هذا الانطلاق في هذا التحدي المثير بقيادة هتاج على المقدمة هلولة. رأس حربة هذا الشوط متصدر حتى هذه اللحظات، متصدر على المقدمة هلولة. المركز الثاني وصول وتقدم من الطليلي على المركز الثاني في هذا المسار الجميل ما بين هذه الشعارات، ما بين هذه النوعيات المميزة والمطلوبة في عالم سباقات الهجن. الطليلي ناصر بن حمودة بن حمد العفاري العفاري على المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث، الشارد الشارد محمد بن حارب بالعجيد الاكتبي يتقدم في هذا المسار. المركز الرابع القادم هنا أيضا والمنطلق الغزال محمد بن سهيل بالحطم العامري. النتيجة لم تتغير حتى هذه اللحظات بقيادة هتاج، بقيادة هتاج على المقدمة، ولكن الأسماء وصلت، الشعارات قادمة هنا من المراكز الخلفية. يا هي أسماء، وصل شعار بن سالمين تقدم في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. اللي قادم هنا أيضا الفهد راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري، وهناك أيضا وصول وتقدم هنا من الوسمي سلطان بن بطي بن سعيد الشامسي، والقادم هنا أشقر سلطان بن مسلم بالطير العامري. ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، بدأ الرقص، بدأ الرقص، بدأ التحدي والإثارة هنا، الرقص المطلوب هنا من أيضا هذا السن، السن هنا المميز، سن أيضا الزمول فئة المهجنات الأصايل. ولكن هداج ما زال على المقدمة هنا، ما زال على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الرقص الجميل، الرقص المميز هنا منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو صامد صمود الجبال. المركز الثاني يا سلام، القادم في هذه اللحظات الطليلي، وهنا الشارد 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 بدأ يشرد هنا في هذا الانطلاق الجميل. المركز الرابع القادم هناك أيضا وانطلاقة الغزال اللي خذ المركز الرابع، ولكن الكوكبة ثلاثية ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات. هتاج ما زال على المقدمة على صدارة هذا الشوط. الطليلي قادم على المركز الثاني، الشارد وصل على المركز الثالث. ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات، عبد الهادي بن راشد الغفراني المري يتقدم يتقدم، وعصاف الأبطان، عصاف الأبطان بدون يوامر ولا شبه وامر على الإطلاق على الصدارة الأولى. المركز الثاني وصول
طول من الشارد 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 مع الكيلو متر الأخير. محمد بن حارب أيضا بالعجيد يتقدم في هذه اللحظات، ولكن أشوف شيء، أشوف عز الجيش قادم على المركز الرابع، بدأ يتسلل على المركز الثالث هنا أيضا في هذا المسار، وهناك الصمود من الطليل ناصر بن حمود بن حمد أيضا العفاري. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى صدارة هذا الشوط، هتاج ما زال على المقدمة مع الأمتار الأخيرة مع جولة الأوام النهائية، وهناك الشارد 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 على المركز الثاني في هذه اللحظات، وهتاج صامد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري يتقدم على البداية الأولى، على الصدارة الأولى مع المركز الأول هنا مع الأربعمية متر الأخيرة. الله يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الرقص الجميل، الرقص المميز هنا، وسلاماتنا إلى المملكة، إلى المملكة هنا على المقدمة الأولى محملة على ظهر هتاج عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري، يقدم هذه النوعيات المطلوبة والمميزة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. فتهانينا والناموس لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية، المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام، وصول وتقدم في هذه اللحظات من عز الجيش فيصل بن عوض الله الصواط، المركز الثالث القادم والمنطلق هنا أيضا الشارد محمد بن حارب بالعجيد الكتبي، والمركز الرابع المركز الرابع وصل الغزال محمد بن سهيل بالحطم العامري، والمركز الخامس مشاهدينا متابعين الكرام هذا اللي قادم هناك الفهد راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام كانت النتيجة للخمس على المراكز الأولى، تهانينا والناموس للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري على فوز حتاج هنا على المقدمة وعلى الصدارة هنا أيضا، كان مع البداية هنا منذ البداية ومنذ الانطلاقة وحتى خط النهاية قدم لنا العرض الجميل، وهدى أيضا إلى المملكة هذا الناموس بتوقيت زمني مقداره مشاهدينا متابعين الكرام 12 دقيقة 44 ثانية 5 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني وصول وتقدم من عز الجيش فيصل بن عوض الله الصواط، وتوقيته الزمني للمركز الثاني 12 دقيقة مشاهدينا متابعين الكرام 49 ثانية وجزئين من الثانية، والمركز الثالث هذا هو الشارد بن محمد بن حارب بالعقيد الكتبي يتقدم على المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 49 ثانية و9 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس لكل الفائزين.